لا شك أحدث نقلة نوعية من ناحية تقديم الخدمات الطبية بأنواعها، من ناحية توفير عدد الأسرة المتواجد في قسم الطوارئ. كل ما يلزم الطبيب من فاسيليتيز لإداء مهامه الطبية أصبحت الآن موجودة ومتوفرة والحمد لله. مستشفى التوتنجي أنا اللي ملاحظه أنه انتقل نقلة نوعية خلال هالفترة البسيطة هاي. يعني عمرنا ما كنا نحلم إلا غير نروح على البشير أو على حمزة. Thank you.